بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن برنامج ماسنجر الخاص بفيسبوك، برنامج ممتاز للدردشة وإجراء المكالمات الصوتية مجانا إلى أي مكان بالعالم. من خلال تجربة كان صوت المكالمة واضح جدا مثل المكالمات الخاصة بشركة الاتصالات. طبعا بلغ عدد التحميلات لهذا البرنامج الآن 1 مليار تحميل على متجر بلاي ستور في نظام الاندرويد. بعد التحميل والتثبيت للبرنامج على الجهاز، ندخل على البرنامج الآن نشوف بعض المميزات له. دردشة وإجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو وإدراج فيسات. كما نشاهد استطيع ايضا تحديد الموقع الشخص من خلال تشغيل الجي بي اس. يستطيع البرنامج ان يحدد مكان الشخص الذي تريد، طبعا من اصدقائك. شغلنا الجي بي اس الان ويحدد مكان ابو راشد.